صور هذا الطعام، أن الطعام أن يشتري إنسان من الطعام ما لا حاجة له به، فيكون في هذا إضرارا بماله، يكون في هذا إضرارا بموارد البلاد والأمن الغذائي، يكون في هذا إضرارا بصحته. فالشر المترتب على هدر الطعام لا ينحصر في صورة من الصور ولا في باب من أبواب معاش الناس، بل يتطرق إلى فساد دينهم ودنياهم.